اوعى تكون طيب وساذج وتخليهم يضحكوا عليك بان هم دولت ملوك الجدعنه. اهلا ومرحبا بكم في الحلقه التاسعه من سلسله رمضان بدايه جديده، وعنوان حلقه اليوم ملوك الجدعنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ملوك الجدعنه ده مسلسل بيتعرض في رمضان، بيظهر فيه شابين المسلسل بيصورهم لك ان هم دولت ملوك الجدعنه وملوك الشهامه وملوك الرجوله، لكن الحقيقه غير كده خالص. تعالى مع بعض كده في دقيقتين ثلاثه وبسرعه نعرف يعني ايه ملوك الجدعنه، علشان محدش يضحك عليك ولا على اولادك بان ملوك الجدعنه بالصفات دي، لان اللي موجود في المسلسل عمره ما ينفع يبقى قدوه، لان الجدعنه ادب واخلاق وكرم وغير على اهل البيت وكمان الجيران واللي مسؤولين عنك واللي انت مسؤول عنهم. فخلي بالكم، علموا اولادكم ان الجدعنه في الرزق الحلال وانك تشتغل بايدك وما ترميش بلواك على غيرك وما تسرقش ولا تنصب على حد. علموا اولادكم ان الجدعنه مش فتحه صدر ولا عوجه لسان ولا كلام فارغ. علموا اولادكم ان الجدعنه والرجوله والادب والاحترام في التمسك بالدين وباخلاق الدين وباحترامهم للكبار وبعطفهم على الصغار. هي الصوره اللي انت بتشوفها فيها ملوك جدعنه؟ انا مش شايف كده خالص. انا شايف اتنين لابسين سلاسل زي النساء وفاتحين صدورهم زي البلطجيه. اوعى يضحكوا عليك ويقنعوك ان الشكل ده والمثال ده هو من الجدعنه والشهامه. للاسف بعد ما المسلسل هيخلص هتشوف في الشوارع في المنتديات وعلى النيل وفي كل حته وفي المدارس وفي الجامعات تطبيق عملي للي شافوه في المسلسل. هتشوف الشباب ماشي فاتح صدره وعاوج لسانه في الكلام ولابس السلاسل عشان هم اقنعوه ان ملوك الجدعنه بالصوره دي. دي مش جدعنه ولا دي رجوله ولا شبابنا ينفع يتصف بالصفات دي ابدا، لان شبابنا مسلم واولادنا مسلمين. لا ده لبس رجاله ولا دي طريقه كلام رجاله ولا دي تصرفات وسلوكيات رجاله. للاسف ان كل ده هينعكس علينا، وبعدين نرجع نقول هي الشباب مالها والطلبه مالهم والبنات جرالهم ايه؟ وليه طريقتهم بقت بالشكل ده؟ وليه جرائم القتل كترت؟ وليه السرقه انتشرت؟ كل ده بسبب اللي انت بتشوفه دلوقتي في ملوك او ما يسمى ملوك، بس للاسف هما مش ملوك الجدعنه. انكروا الباطل وارفضوه، ويا ريت اقفلوه خالص عشان ولادكم ما يشوفوش ويتاثروا به. في النهايه شير في الخير والدل على الخير كفاعله. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.